محافظة مطروح كانت من المحافظات اللي بتعاني من نقص مياه الشرب، عشان كده الدولة اهتمت بشكل كبير بإنشاء العديد من محطات تحلية مياه البحر، وتخصص للمحطات دي ما يقارب الـ 2 مليار و600 مليون جنيه مصري. ده ساهم بشكل كبير في القضاء على مشكلة نقص مياه الشرب، وأصبح إنتاج المياه بيكفي الاحتياجات لمواطني محافظة مطروح. تفاصيل أكتر عن هذا المشروع مع الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح. صباح الخير يا فندم، وأهلا بيك على صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا بيكم. بكل تأكيد لازم يكون في مع تقدم الزمن مشاريع كتير خاصة بالمياه، سواء كان تبطين الترع أو المصارف أو تحلية مياه البحار لاستخدامها في الشرب، أو تحلية مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الزراعة، أو تحلية أيضا مياه الصرف الزراعي لاستخدامها في استصلاح الأراضي. عايزين نركز مع حضرتك أكتر في هذه الفقرة على تحلية مياه البحر وكيفية إتمام هذا المشروع لتحقيق اكتفاء ذاتي من المياه الخاصة بالشرب في المحافظة. والله يا فندم، هو في الخمس سنين الأخيرة محافظة مطروح شهدت تطور كبير جدا في مصادر المياه، وخاصة من محطات التحلية. من خمس سنين كانت في مشكلة كبيرة جدا في المياه، وكانت المياه معتمدين على المياه اللي بتيجي من محطة مياه جنوب العلمين من على مسافة 300 كيلو، 330 كيلو بالظبط يعني. فدي بتبقى عملية صعبة جدا، والخط عليه تعديات، والمياه مكلفة جدا. يعني عشان اوصل متر الميه من محطه مياه جنوب العلمين الى مرسى مطروح كان بيتكلف حوالي 23 جنيه 26 جنيه، وطبعا بيبقى سعره عالي جدا، وفي بيسبب خساره كبيره للشركه او للدوله. فالدوله اتجهت عشان تحل مشكله مطروح لمحطات التحليه. بداوا محطه تحليه بغوش، دي على مسافه 30 كيلو من جنوب شرق مدينه مطروح، دي كانت تكلفتها 480 مليون جنيه بطاقة 24000 متر مكعب. واتعملت الرميلة 1 و2 بطاقة 48000 متر مكعب يوم، وبتكلفة 680 مليون جنيه. وبعد كده اتعملت محطة تحلية الرميلة بطاقة 12000 متر مكعب يوم، وبتكلفة 460 مليون جنيه، ودي دخلت الخدمة معانا من شهر 6 ومن 11/6 السنة اللي فاتت، يعني الوقت بقى لها سنة شغالة معانا. واخر محطه دخلت الخدمه معانا محطه تحليه مياه البحر بالضبعه، طاقه 40000 متر مكعب يوم، وبتكلفه 980 مليون جنيه. يعني المحطات الجديده دي يا فندم بتوفر كم متر مكعب يوميا؟ المحطات دي بتوفر بالظبط، محطات التحليه في مدينه مطروح بتوفر تقريبا 30% من احتياجات المحافظه بطاقه اجماليه 130000 متر مكعب يوم. عظيم. ده على مستوى مدينه مرسى مطروح. غرب مطروح كله بالكامل اللي هو براني والنجيله والسلوم بيعتمدوا اعتماد كلي على التحليه. عندنا حوالي 10000 اجمالي المحطات اللي موجوده في الغرب طاقتها 10000 متر مكعب يوم. عندنا في القرى كمان بدات الدوله تتجه للقرى الريفيه في محافظه مطروح، عندنا عملنا 10 محطات في الفتره الاخيره. المحطات دي اتعملت في مجموعه من القرى عندنا اللي هي قرى شماس وبقبق والمثاني والفخري والظافر وجارينا بوسطيل ابو مجهود اولاد مرزوق الزويده. دي في كل قريه من دول فيها محطه طاقه 100 متر مكعب يوم وبتكلفه 10 مليون جنيه. في عندنا اخر اربع محطات شغالين فيهم دلوقتي تبع البرنامج الرئاسي حياه كريمه في قرى حلزين وشماس وشوكا ميره وفوق، دول شغالين فيهم دلوقتي، والمعدات الميكانيكيه بتاعتهم موجوده متشونه، وجاري تنفيذ الاعمال المدنيه للانتهاء منهم في خلال الشهرين اللي جايين ان شاء الله. ده مش الدوله ما لجأتش للتحليه وبس، ده احنا كل نقطه ميه بنحاول نحافظ عليها. عندنا محافظه مطروح كانت محافظه فقيره اساسا في الصرف الصحي، مثلا لو دخلنا يعني لو سيبنا التحليه ودخلنا على الصرف الصحي، عندنا محافظه مطروح ما كانش فيها صرف صحي، في مدن كامله ما فيش فيها صرف صحي. دلوقتي النهارده مدينه مطروح نفسها المرحلة الثالثة والأخيرة بتخلص دلوقتي، ودي فيها محطة 30000 متر مكعب يوم بتكلفة 420 مليون جنيه. عندنا مشروع صرف الصحة الحمام خلص بتكلفة 300 مليون جنيه ودخل الخدمة السنة اللي فاتت. عندنا مشروع صرف الصحة الضبع خلص وتسلم، وعلى وشك إنه يبدأ التشغيل في خلال الشهرين اللي جايين إن شاء الله بتكلفة 600 مليون جنيه. يعني كده يا دكتور إبراهيم كده نقدر نعتبر إن محافظة مطروح بقت محافظة ما عندهاش ما فيش فيها نقص في المياه؟ حاليا يا فندم لا ما فيش نقص. طيب احنا عندنا بتقابلنا مشكله بعدين ساعتك. المشكله اللي بتقابلنا ان محافظه مطروح محافظه متميزه في الطقس بتاعها.
يعني احنا درجه الحراره تختلف عندنا عن القاهره بانخفاض من 7 ل 9 درجات في درجه الحراره، فبيجي لنا في الصيف حوالي 2 مليون مواطن في مدينه مطروح بالاضافه لعدد السكان الاصليين. ال 2 مليون مواطن دول على نفس كميه الميه اللي موجوده اللي هم ال 130 الف متر مكعب، فبالتالي بيبقى عندنا اقبال متزايد على الميه وكل بيزيد الناس استهلاكهم في الصيف. هي دي مشكلتنا بقى، عشان كده ان طيب شاء الله. طيب حضرتك بتقول ان في عدد، يعني حضرتك دلوقتي قلت لنا عدد كبير جدا من المحطات، معلش يعني لو تفكرنا تاني يا فندم عدد المحطات قد ايه اللي انشاتها الدوله خلال السبع سنوات الاخيره في محافظه مطروح؟ الخمس سنين الاخيره يا فندم انشئ عندنا محطه بغوش بطاقه 24000 متر مكعب. انشئ عندنا الرمينه 1 و2 و3 بطاقه 60000 متر مكعب. انشئ عندنا محطه الضبعه طاقه 40000 متر مكعب، دي المحطات الكبيره. القرى انشئ فيها 10 محطات كبيره، دي المحطات الكبيره. القرى عشان القرى عندنا متناثره، والقرى مش واخده شكل القرى في الدلتا عندنا، لا هنا القرى مختلفه شويه. القرى بتعمل فيها محطات صغيره 100 متر مكعب يوم، لان النقل بالسيارات عندنا في الشبكات، فال100 متر تبقى كافيه لكل قريه، فتعمل فيها 10 محطات في 10 قرى اللي احنا ذكرناهم قبل كده. وفي حاليا شغالين في برنامج حياه كريمه، في عندنا 4 قرى جاري انشائهم، ودول ان شاء الله بيخلصوا خلال شهرين. المعدات الميكانيكيه متشونه والاعمال المدنيه شغاله. اللي عايز اقوله لحضرتك يا دكتور ابراهيم ردا على هذه النقطه، انه اكيد طبعا في خلال موسم الصيف طبعا بيكون في زياده في الاعداد، طبعا زي ما حضرتك بتقول بحسب 2 مليون يا فندم، 2 مليون بيقول لنا غير. طيب حضرتك ذكرت يعني طبعا حضرتك طبعا ذكرت عدد من المحطات تم انشائها الدوله انشاتها بالفعل خلال السبع سنوات الاخيره، ولسه في محطات اخرى، وزي ما حضرتك قلت كمان هذه زياده موسميه. الدولة يا فندم في الخمس سنين الأخيرة صرفت إيه؟ حضرتك الصوت راح. اتفضل يا فندم. حضرتك الدولة صرفت في الخمس سنين الأخيرة 2 مليار و610 مليون جنيه على محطات التحلية بس. ولسه عندنا محطة إن شاء الله يتحط حجر الأساس آخر الشهر ده 65000 متر مكعب، اللي هتبقى الرميلة 4 في منطقة الرميل 65000 متر مكعب. دي بتنهي تماما على مشكله الميه في مدينه مطروح، ونقدر نقلل فتره المناوبه. على فكره الميه في مطروح بنظام المناوبه، يعني بنضخ لكل حي يوم بعد يوم، فممكن لما تتعمل 65000 ان شاء الله في خلال سنه ونص تكون شغاله. عظيم. دي بتحل الازمه، وبيبقى بنقلل فتره المناوبه. طبعا كان الى جانب ده كان في بعض القرى اكيد شغاله على ابار المياه، وحضرتك كلمتنا على مياه الشرب وايضا على مشاريع الصرف الصحي. عايزه اتنقل مع حضرتك. لا هي محافظه مطروح بتشهد يعني طفره كبيره جدا. احنا عايزين نعرف بقى تفاصيل الطفره دي، في عرفناها في ميه الشرب وعرفناها في الصرف الصحي. في نقطه مهمه كمان هي استصلاح الاراضي في الظهير الصحراوي لمحافظه مرسى مطروح. عايز اعرف من حضرتك بشكل اكبر فكره توصيل المياه للمناطق الجديده التي يتم استصلاحها حاليا، ايه اهم المشاريع اللي قامت على ضخ مياه لاستصلاح الاراضي؟ لا احنا عندنا بالنسبه للمشروع الجديد ده، هو مشروع ترعه الحمام، ده مشروع كبير يعني، وده متوليه جهه غيرنا خالص، ده مشروع ضخم جدا، غير يعني نشاطه غير نشاط الشركه، فده متوليه جهه. في عاده في المناطق اللي زي دي عشان توفر ميه الشرب فيها بنلجا الى محطات التحليه الصغيره. يعني كل تجمع سكني بنعمل له محطه تحليه في نفس المكان، سواء تاخد اي مصدر ميه سواء ملوحتها ايا كانت بركش ووتر او سي ووتر، بتعمل لها اساسا نظام تحليه وبتتحلى وبتبقى على ميه شرب. اما ميه الزراعه دي فلها جهات ثانيه بتشتغل فيها اللي هي الري والزراعه. عظيم جدا. لكن احنا اختصاصنا كله مياه الشرب والصرف الصحي. عظيم جدا. الدكتور ابراهيم خالد رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظه مرسى مطروح، شكرا جزيلا لحضرتك.